مرحبا بكم مشاهدينا. نيلسون مانديلا الزعيم الأفريقي اللي بات رمز للتسامح والسلام في القرن العشرين، لما رسخه من قيم العفو والتغاضي عن أخطاء الآخرين. قضى مانديلا نحو 27 عام في سجون جنوب أفريقيا ليخرج من المعتقل ويتولى رئاسة البلاد ويرسي قيم التسامح والمصالحة اللي كانت الأساس في نهضة دولة جنوب أفريقيا وتقدمها. عمل مانديلا خلال مراحل حياته على نشر ثقافة السلام والتسامح وقيم الحرية والعدالة، يتوج بذلك بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1993. ولكن برأيكم ليش نال مانديلا هذه الجائزة العريقة؟ وليش يصفه العالم بأيقونة التسامح؟ في مذكراته يقول أن أكبر تحدي يواجهه عقب خروجه من السجن وتوليه السلطة هو أن قطاعاً واسعاً من السود كانوا يريدون أن يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنه منع ذلك. مانديلا شكل لجنة الحقيقة والمصالحة واللي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه، وتصارحا وسامح كل منهما الآخر، ومن هنا كانت الفرصة لإعادة بناء جنوب أفريقيا الحديثة اللي تحتل موقع اقتصادي وسياسي متميز في نطاقها الأفريقي والعالمي بفضل سياسة التسامح اللي انتهجها مانديلا. أيضا نشأة هذا الزعيم كان له الأثر الكبير في نشر ثقافة التسامح، حيث كان والده رئيس لقبيلة التيمبو وتوفى وهو لا يزال صغير، وتربى في حياة مليئة بالبطولات أهلته بأنه ينتخب مكان والده، ثم حصل على ليسانس الحقوق بعد فترة دراسية مضطربة عايش فيها الظلم والقهر والاستبداد اللي تعرض لها السود في جنوب أفريقيا واللي كان سائد في البلاد آنذاك. ومن هنا اختار عمل المحاماة وقرأ القضايا والمرافعات والأحكام الخاصة بظلم السود، وهذه الخبرات كلها زادت إحساس المرارة لديه أمام ألوان الظلم. ولكن إيمان مانديلا المطلق بقيم الحرية والمساواة والتسامح استطاع أنه يحول بلاده من مجتمع يقوم على التفرقة العنصرية وأسوأ درجات العبودية وإزهاق الكرامة الإنسانية إلى مجتمع حر يسود فيه الاحترام بين الجميع ويتمتع الأسود والأبيض معا بحقوق وواجبات متساوية، حتى أصبحت جنوب أفريقيا نقطة حضارية مضيئة على الخارطة العالمية.